إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الأستاذ خالد إزوار، رئيس اتحاد التنسيقيات وجمعية المجتمع المدني بمدينة القنيطرة، ورئيس الجمعية المغربية لرواد التنمية، التي استفادت ووقعت الشراكة مع رئيس المجلس الإقليمي وكذلك المندوب الإقليمي للتعاون الوطني. هذا الورش الملكي كان بصيص أمل أن الناس لقوا صعوبة أولا في الإدماج، أو أن الناس لتضروا من جائحة كورونا. كانت بعض الصعوبات منهجية وكذلك لوجستيكية، لأن هذا تعرفوا بأن ورش جديد، ولكن الحمد لله تغلبنا عليها بفضل وكذلك الورش الإقليمي، وعلى رأسهم تبقى في ساعات متأخرة، كذلك الإخوان ديال السينسيس ولا نابيك اللي سهلوا لنا هذه المأمورية. إذن كانت كلمة توجيهية جميلة جدا ديال السيد كاتب العام، اللي تنقولوا له مرحبا بك مدينة القنيطرة، وتبين من خلال الكلمة ديالو على أنه إنسان عارف، إنسان دارس، إنسان ملكي، إنسان وطني. وتنقولوا له الحمد لله مرحبا بك، وإن شاء الله نستغلوا معك في واحد الجو ديال الاحترام، الجو ديال المسؤولية. النداء ديالي للإخوان اللي ما استفدوش من الورش الأول، راه كاين هناك الورش الثاني، أن حتى الأخطاء اللي وقعنا فيها ما يوقعوش فيها، ويتحمسوا وما يخافوش ويثقوا في نفسهم. والان جا الدور ديالنا كمجتمع مدني باش نفعلوا الحكامه الحقيقيه ديال المجتمع المدني، باش نواكبوا، نقوموا بعمليه المواكبه وكذلك التتبع ديال هذا الورش الملكي. وبهذه المناسبه نتمنوا لسيدنا الشفاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في شطرين، الشطر الاول مع الجمعيات اللي استفدت، الشطر الاول من مشروع الاوراش، واللي وصلنا اليوم لمرحلة ديال توقيع اتفاقية ديال الشراكة بين المجلس الإقليمي وهاد الجمعيات المستفيدة، والقطاعات اللي غادي يتبعها من القطاعات اللامركزة. ويمكن لينا نقولوا أن اليوم عاد بدات أوراش، حقيقية، والعلاقة ديال الجمعيات اليوم عاد بدات مع المجلس الإقليمي. هو هذاك الجمعيات عندها واحد العلاقة مع المجلس، حتى نقولوا أن بموجب اتفاقية التوقيع بها ما بين الطرفين. إذا هاد الجمعيات اللي وقعوا مبدئيا غادي نعطيهم الاذن بالشروع في العمل ابتداء من يوم الاثنين. اذا الاوراش غادي تنطلق ابتداء من يوم الاثنين، والجمعيات اللي جهزوا الملفات ديالهم راه هما اللي كانوا حاضرين اليوم، والاخرين اللي في طور التجهيز راه جميع العقبات تم تدليلها، وخصوصا بالنسبه للوائح ديال المستفيدين اللي كنت يخصها الدوز من واحد المراحل من خلال لا نابيك ومن خلال لا سي ان اس اس ومن خلال السلطات المحليه، باش عاد كتولي عندنا لائحه نهائيه. اذا هادشي كله باش تكون الامور واضحه. الان الشطر الاول هو انطلق العمل ديالو، الشطر الثاني اللي كنا درناه كتكمله الشطر الاول من داك الحصه اللي بقات عندنا من الحصيص اللي كان مخصص للاقليم، واللي كتشكل تقريبا واحد 45% من المجموع ديال الحصيص ديال الاقليم، بما مجموعه تقريبا واحد 900 شخص عامل، وواحد 3000 وشي حاجه ديال الشهور ديال العمل، واللي دازوا في المراحل ديال الانتقاء، ودازوا في المراحل ديال التصديق ديال اللجنه الاقليميه، ودازوا في المراحل ديال المصادقه ديال المجلس الاقليمي. اليوم كان لقاء تحسيسي معهم، واليوم تسلموا الاشعار بانهم راهما مستفيدين، وماشي العقده. العقده من بعد ما يتصاوبوا الملفات ديالهم ويدوزوا عاوتاني بداك اللوائح ديالهم في لا سي ان اس اس وفي لا نابيك وعند السلطات المحليه، عاد غادي يجيو باش نديروا معاهم ثاني واحد المرحله اخرى ديال التوقيع. ولكن اللي اساسي في هادشي وهو انه هاد المره كاع داك المده الطويله اللي كنا كنديروا فيها التجربه في المرحله الاولى غادي يتم اختصارها، باش هاد الجزء الثاني كله غادي ينطبق ان شاء الله مع البدايه ديال اكتوبر. كان هاد الجزء ديال التحسيسي كانت حاضرة معنا في طبيعة الحال المديرية الإقليمية ديال وزارة الإدماج الاجتماعي والشغل وما إلى ذلك، وكان حاضرة فيه لا سي ان اس اس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكانت حاضرة فيه لا نابيك الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءة. عطاو عروض حول مال الجمعيات وما عليها، وحول المراحل اللي خصها تقطع الملفات، سواء بالنسبة لا نابيك او بالنسبه لسلاسس والمدير ديال الشغل، بينات ليهم شنو كيقول القانون ديال الشغل في كل الحالات، سواء بخصوص ايام عمل، سواء بخصوص لاسيرونس يعني التامين على المخاطر ولا على الحوادث ديال الشغل والظروف ديالها. وبالتالي هذه الاداره
الإدارات كلها عبرت عن الانخراط ديالها وأنها مستعدة راه منفتحة لمواكبة هذه الجمعيات حتى توصل في نهاية الأوراش إن شاء الله في على خير. أن اللقاء ديالنا ديال اليوم جاء من بعد واحد الأربعة ولا خمسة ديال اللقاءات اللي ترأسهم السيد الكاتب العام لتسريع الوتيرة ولتسهيل كل العقبات اللي كانت موضوعة حجر عثرة في هذا السياق. وبالفعل هادشي اللي وقع. ولكن كان بغي نوضح أنه من ما بين المسائل اللي تركز عليها وبصفة خاصة الكلمة ديال السيد الكاتب العام وهو ما يتعلق بتتبع هذه الأوراش في الإنجاز ديالها باش تكون فعلا أوراش حقيقية ماشي فيرتوال ماشي خيالية. ولذلك في هذا السياق بطبيعة الحال غادي يكون عندنا واحد الدفتر ديال الورش وراه اتفقنا معهم أنه فاش غادي ياخذوا الإذن ديال الانطلاقة غادي ياخذوا معهم الدفتر ديال الورش اللي غتكون كتبعوا اللجان ديال التتبع ديال هاد الأوراش باش تبعوه أولا بأول على أرض الواقع. إذا راه غادي تكون واحد المجموعة ديال الأوراش والمجموعة ديال اللجان اللي غادي تخرج تبع هاد الأوراش في إنجازها منذ انطلاقها وحتى النهاية ديالها. يعني أنه ما يمكن يتختم ذاك الورش حتى يكون عنده فعلا لوكوتيس أنه راه فعلا تنجز على أرض الواقع. شكرا. صفة غريب جواد رئيس مجلس إقليمي ديال القنيطرة. اليوم الحمد لله أول نهار هو اليوم اللي تتوقع اتفاقيات بين الجمعيات وبين المجلس الإقليمي وبين الجمعيات اللي مشاركة في أوراش. إذا النهار الأول ديال التوقيع ديال الاتفاقيات هو هذا النهار. المجلس الإقليمي عمره ما وقع شي اتفاقيات ديال أوراش مسبقا. أول نهار اليوم عطينا انطلاقة مع الجمعيات اللي هما كانوا جاهزين والملفات ديالهم موجودين. اليوم وقعنا معهم ما يقرب على واحد 22 23 جمعية كانت جاهزة وقعنا معها وإن شاء الله البداية من 2 باش نعطيهم لورد سيرفيس باش يبداو العمل ديالهم. الجمعيات اللي باقين المستفيدة من أوراش نهار 2-3 إن شاء الله غادي نوقعوا معهم. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني الانطلاقة ديالهم تا هما راهم ناضيين باش نوقعوا معاهم الاتفاقية ديالهم. كل شيء راه ناضي لأن فيها قوة الشركاء مع الضمان الاجتماعي مع المصالح الخارجية الوثائق عاد جهزنا الملفات وراه عطات الانطلاقة ديالهم. غير هو المجلس الإقليمي حازم باش إن شاء الله هاد المشروع ديال أوراش اللي تشرف عليه سيدنا الله ينصرو والحكومة مخطط حكومي راه شاد طريقو وغادي يشد طريقو إن شاء الله. وتنشكركم تانتوما اللي تتبعوا هاد الاجتماعات وهاد اللقاءات اللي ديال أوراش. والحمد لله البداية ديالو هي اجتماعات وتشرف عليهم السيد العامل شخصيا والسيد كاتب العام التوجيهات ديالو والإخوان أطر ديال المجلس الإقليمي والأطر ديال العمالة كلهم مكبين باش هاد الورش يشد طريقو. سيد الرئيس شنو الأطراف المشاركة وكيفاش كان الحضور؟ الحضور الحمد لله كان متميز. الحضور كان أنتم شفتوا القاعة مليئة عن آخرها بهذا ولكن دابا الانطلاقة 2-3-4 كلهم إن شاء الله غيكونوا الإمضاءات والتوقيعات على الاتفاقيات اللي غيكونوا اللي باقين ما جاهزينش غادي يكونوا هذا الأسبوع باش نضيو إن شاء الله كل شيء هذا الشيء باش يعطي الانطلاقة ديالو. أن كانوا اللي شدنا هما التعليم دابا بداو إن شاء الله الأمور شدت طريقها. شحال من الجمعية اللي استردت معكم من هذا الأوراش؟ الجمعية الشطر الأول تقريبا ما يقرب على 98 ولا هذه جمعية. والثاني راه في الطريق عاوتاني ما تقرب بحال هكاك ولا أكثر.